طيب، يوم الجمعة اللي فات صحي المصريين على زيادة في أسعار البنزين. طبعا الناس اتضايقت، بنزين 80 و92 و95 كلهم زادوا لللتر الواحد جنيه وربح، بقيمة جنيه وربح. السولار مغليش، واعتقد انه مغليش عشان ما يأثرش على اسعار المواد الغذائية والخضار والفاكهة والكلام ده كله، ولكن البنزين غلي. اكيد ده ليه اسباب، اللي الواحد متأكد منه دلوقتي ان احنا بجد بيتم الضغط علينا بشكل كبير جدا اقتصاديا وسياسيا عشان نقبل وضع اعتقد ان احنا لا يمكن نقبله، ولكن مصر بيتم عليها ضغوطات كبيره جدا. انا معايا على الهاتف دلوقتي المهندس اسامه كمال وزير البترول الاسبق. اهلا وسهلا يا فندم. مساء الخير يا استاذ امير. مساء النور يا فندم. طيب، الناس بتتساءل ليه اسعار البنزين غليت؟ هم صحيوا يوم الجمعه لقوا ان الاسعار البنزين كلها غليت ما عدا السولار، فالناس بتسال ليه؟ اتفضل يا فندم. لا، مش بس السولار اللي مغليش، السولار ما زادش، البوتاجاز ما زادش، المازوت ما زادش. ايوه. ليه احنا بنعمل كده؟ ايوه، لسببين الحقيقه. موضوع السولار زي ما انت قلتي ده مؤثر جدا على حركه النقل بوجه عام، الخضار والفاكهه والطوب وحديد التسليح والاسمنت وكل والميكروباصات وكل القصص دي. بنتكلم في سولار، ده نمره واحد. نمره اتنين، البنزين بالنسبه لنا في له بديل. يعني النهارده لما بنقول العربيات تتحول من بنزين لغاز، ده امر سهل وفي مبادره رئاسيه لهذا ويتم تدعيمها، وبالتالي من السهل ان انا اللي مستغل البنزين ممكن ينقل عربيته الى غاز ويوفر. لكن السولار ايه البديل اللي موجود ليه النهارده؟ لغايه الاسبوعين من اسبوعين ثلاثه ما كانش متاح في مصر تكنولوجيا تحويل السيارات من العمل بالسولار الى العمل بالسولار والغاز زي البنزين. هذا الكلام حاليا بتجرى. الو، ايوه مع حضرتك يا فندم. هذا الكلام حاليا بقى لنا ثلاث اسابيع في تجارب شغاله عليه، التكنولوجيا ناجحه جدا، ودي هتمثل انفراجه كبيره جدا لعمليه السولار ونقدر نعمل فيها وفرات زي ما احنا بنتكلم في موضوع البنزين. فهنا القياده السياسيه لما بتيجي تاخد قرارات لازم هي حاسه بنبض الشارع وشايفه ايه اللي مؤثر، وفي نفس الوقت انا ببص على الاقتصاديات بتاعه التشغيل وتوجيه الدعم. السولار بالرغم من ان احنا بنضخ يوميا في حدود 45 ل 50 مليون لتر، دعم اللتر يتراوح من 4 جنيه ونص ل 5 جنيه، فاحنا بنتكلم في ربع مليار جنيه يوميا دعم سولار، 7 مليار وشويه في الشهر. ايوه، رقم كبير جدا. لكن بنتحمله، ما زلنا الحكومه بتتحمله وما زالت. ليه؟ لانه حاجتين زي ما قلنا ما فيش له بديل. نمره اتنين، وسائل النقل الجماعي لسه ما هياش بالدرجه اللي تخليني اقول ايه، ما تنزلش تركب ميكروباص، اركب المترو او اركب القطار السريع او اركب القطار السريع الخفيف وهكذا. بمجرد ما المنظومة دي تكتمل هيبقى في مبرر يعني تلقائي لأن الناس تركب المنظومة الجماعية، لأن احنا كل ما بنعلى في منظومة جماعية بتقل التكلفة بتاعتها وبالتالي يبقى مناسب لنقل الشخص المتوسط وما دون. فهنا القصة زي ما بقول ما هياش مفاجأة، خاصة ان احنا عارفين انه لجنة التسعير التلقائي مفترض انها بتجتمع كل ربع، فهي كان مفترض انها تجتمع اربع مرات السنة دي، اجتمعت مرة في شهر 5 والمرة الثانية في شهر 11. فالقصة يعني الحكومة مراعية جدا هذا الأمر، ويمكن ده بيعمل مشاكل للدولة المصرية مع جهات التمويل الخارجية اللي بتطالب بتحرير أسعار الطاقة تماما وبتطالب بتحرير أسعار الصرف تماما، وده قصة لا يحتملها المواطن، فبتتصدى القيادة السياسية لهذا الأمر وده بيبقى شيء صعب جدا. فهي زيادة طفيفة اللي موجودة في أسعار البنزين، وزي ما قلنا إن لها بديل ممكن الناس تحول لغيره. أيوة، بس هي الناس بتتساءل أصلا يعني ليه أسعار البنزين زادت؟ يعني لأنه هل زي ما أنا بقول لك النهاردة أسعار البنزين بتزيد لأنه أسعار خام البترول نفسها بتزيد. إحنا كل دولار بيزيد في خام البترول بيبقى له تأثير عكسي على الموازنة والدعم 8 إلى 10 مليار جنيه. متوسط سعر البنزين خلال، بس هل هو زاد بنفس النسبه كده اللي هي ال 14.5%؟ بالعكس، زايد اكتر.
لان احنا النهارده حضرتك بصي، احنا كان الدعم المقرر للسنه دي 70 مليار. الخمسة دولار اللي معمولين بس في المتوسط بتاع العشر شهور اللي فات في 8 يعمل 40 مليار. ده رقم كبير جدا، مش 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 رقم سهل. فاستيعابه زي ما قلنا يجي في حاجه يكون لها بديل، ما يجيش في حاجه ما لهاش بديل. طيب انا هسالك سؤال بشكل مختلف، هل احنا بيتم الضغط علينا باي شكل من الاشكال في موضوع ان احنا محتاجين مثلا الوقود دلوقتي، او محتاجين، هل بيتم الضغط على مصر باي شكل من الاشكال؟ مصر ما هياش في موقف انها تنضغط، لانه احنا لما نشوف ما ننتجه، يعني المعجزه اللي عملتها وزاره البترول خلال الخمس سنين اللي فاتت في توسعه معامل تكرير، في زياده طاقات انتاجيه، في رفع كفاءه معامل، في دخول مصانع جديده، قللت الكميات المستورده بدرجه كبيره جدا. متوقع انه على نهايه 24 يبقى كل الانتاج اللي موجود من التقطير المحلي، هيبقى في استيراد لبعض كميات خام. فمصر غير قابله للانضغاط، خاصه لو علمنا ان اللي احنا بنستورده قصص لا تزيد في مجملها مثلا عن 15 الى 20%. هو احنا ما نقدرش واحنا بناكل نوفر 15% من اكلنا؟ يعني اكل الاثنين ما يكفيش ثلاثه، اكل الثلاثه ما يكفيش اربعه؟ نفس الاجراء نقدر نطبقه في استهلاك الطاقه. بس هي الناس بتفسر برضو ادام البنزين زاد يبقى بعد كده في حاجات كتير وراها تزيد. لا، احنا تعمدنا المره دي، شفنا ايه اللي حصل، الدوله عملت ايه، ما جاتش ناحيه سعر السولار اللي هو بيرفع كل حاجه وراه. ها، سعر البنزين اللي بيستخدم في السيارات الملاكي اللي هي طبقه فوق متوسطه، ودي هتكون دعوه لان الناس تستخدم وسائل المواصلات الجماعيه، تغير العربيه للغاز عشان تحط يعني وقود بسعر اقل وتقلل الدعم اللي الدوله بتحطه في هذا الاطار. طيب يعني احنا نامل ان ده ما ياثرش على الاسعار، واحنا برضو اعتقد ان احنا في شبكه مواصلات كبيره اتعملت الاجهزه المعنيه، ويحتاج برضو مراقبه من كل مواطن على استهلاكاته في الكهرباء، استهلاكاته في الوقود، لان هي القصه كلها منظومه واحده. احنا عايزين نقلل الاستهلاك بالطاقه. المانيا وهي بتجهز الموازنه التخطيطيه بتاعه سنه 24 عامله تخفيض في استهلاكات الطاقه 5%، ودي المانيا. فيعني احنا يعني برضه لازم نمشي على نفس النهج. طيب انا بشكرك جدا المهندس اسامه كمال وزير البترول الاسبق، وزي ما قلت نتمنى ان الاسعار ما تزيدش بعد زياده البنزين، ولكن هو فعلا السولار ما زال